تصفية جسدية أو اختطاف في العلن في ظل إفلات الجناة من العقاب وغياب الدعم. مشاهد تنغص على الصحفيين العراقيين الذكرى 54 بعد 100 لعيد الصحافة العراقية، وسط مطالبات دولية ومحلية بإيجاد آلية لحماية الصحفيين ووضع حد للتضييق على وسائل الإعلام وحرية التعبير في العراق. الإحصائيات الرسمية تشير إلى اغتيال أكثر من 500 صحفي وإعلامي في العراق منذ الاحتلال الأمريكي عام 2003، جعلت تصنيف العراق مجدداً من بين أخطر 31 بلداً في العالم بحسب تقرير لمنظمة مراسلون بلا حدود، الأمر الذي دفع الصحفيين إلى المطالبة بضرورة حمايتهم والكشف عن قتلة زملائهم وتعويض عائلاتهم. خلفلت حجي عمل داون مين عمل صحفيون غيبوا نتيجة سياسة تكميم الأفواه التي تمارسها الحكومات المتعاقبة، ما أثار الرعب في قلوب العاملين في مجال الصحافة في العراق في ظل امتلاك أحزاب وشخصيات سياسية للقنوات التلفزيونية وتعيين أعضاء لهيئة الإعلام والاتصالات وفق معايير حزبية وطائفية، ما يعزز هيمنة المحاصصة الطائفية على الإعلام واستبدادها به. هيئة لا تعبأ لمعاناة الصحفيين والإعلاميين وتخضع لضوابط اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإيرانية في ظل مشهد تسود فيه عمليات الاغتيال والاعتقال والملاحقة والتغييب القسري سواء من الجهات الحكومية أو الميليشياوية، حتى بات الخطاب الطائفي المهيمن على الساحة الإعلامية بعد إقصاء الأصوات الوطنية. إذن هو مشهد قاتم يخيم على الصحافة العراقية في عيدها 54 بعد 100، بعد أن لف الغموض مصير حرية التعبير التي كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.